العشوائيات، سكن لمن لا سكن له، مناطق أسست ما بعد العام 2003 لتسرد حكايات فقر خطفت الملايين من الأفراد وأسكنتهم رغما عنهم في أراضي بلا تخطيط أو خدمات. منازل متهالكة تتطاير مع الرياح وتتحول إلى شلالات مع هطول الأمطار، وهي ترسم وجوها أتعبها غياب الحلول الحكومية في بناء مجمعات سكنية تتناسب مع أعداد المواطنين وإنقاذ كربلاء التي غيرت شكلها العشوائيات حتى أصبح ساكنيها يعيشون على أطلال النفايات. إحنا قاعدين في هاي العشوائيات، هاي الدولة تريدها تعطينا قطعة سكن، تعطينا سموها هي قاعد تبني، يقولون مجمعات سكنية الدولة، خل تنطينا عمي تباوعنا، احنا وين نروح؟ زين هسه المطر لا جانا خرور نزل علينا. احنا قاعدين تجاوزات الله كفيلك، لا تجي طيران كلهن نضل نلحق وراهن، كل شيء ما مستفادين من الدولة. الصراحة غير كل شيء ما مستفادين، خلي يسوون مسكنيات للفقراء، يسوون لهم كرفانات ويقعدون، دور باوع باوع، شوف الزبائن وين طابة ببيوتهم والله. تتفاقم الأزمة مع ازدياد أعداد السكان في كربلاء وارتفاع نسبة العشوائيات والفساد والافتقار للتخطيط السليم. مجمعات سكنية هي من تستطيع حل الأزمة إذا ما بنيت ووزعت بأسعار مناسبة للمواطن وبقسط طفيف، فالمساحات موجودة ومصانع الإنشاء والأيادي العاملة عوامل متوفرة تنقصها الإرادة وقليل من الشعور بمعاناة الشعب، ولكن هل تكفي هذه الوحدات لإنهاء الأزمة؟ نعم، قلنا بالحلول. أولا تشيك هذه الأسماء من كانت مستفيدة في محافظاتهم، يتم تهديم البيت فورا. في حالة عدم استفادته في محافظته باعتبار هناك حاسبة مركزية، يتم دراسة الموضوع. الأرض اللي هي مستغلة، هل هي تقع على أرض على شارع تجاري أو أرض تجارية أو ذات نشاط زراعي مخالفة للتصميم القطاعي الذي هو جزء من تصميم الأساس، أيضا يتم ترحيلهم. خصصت هذه المساحة 6 في 6 كيلو لإيواء الذين يتنطبق عليهم القانون وهو عدم استفادته. طريق زاخر بالعثرات السياسية والوعود الانتخابية، مقطوع بكتل حزبية لا حواجز كونكريتية، بدايته أزمة السكن وهموم المواطن ونهايته الحلول، لكن الوصول إليها بات من الأحلام. تمضي الأيام وتتكرر الوعود وتكبر الأزمة التي تلاشت كل الحلول الحكومية أمامها. علي خالد، وان نيوز، كربلاء.